بالاجماع صوت مجلس الامن على مشروع قرار امريكي يقضي بانهاء الحرب في سوريا المشروع طرح تحت اسم خارطه طريق دوليه لدعم السلام في سوريا اذ حظي اخيرا باتفاق الدول التي تتقاطع مصالحها في البلاد المنكوبه القرار الذي يحفظ مصالح روسيا وايران ذوات اليد الطوله في استمرار الحرب يقضي بوقف فوري لاطلاق النار واستهداف المدنيين هذا الوقف يكون بعد أن تبدأ المعارضة والنظام باتخاذ خطوات أولى باتجاه الحل السياسي الذي يكون على طاولة أممية على أن يقدم أمين عام الأمم المتحدة بن كيمون تقريرا خلال شهر من بدء تلك المحادثات بشأن الخيارات المقترحة لعملية وقف إطلاق النار والتحقق منها القرار ينص أيضا على أن يقرر الشعب السوري وحده مصير بلاده من خلال حكومة انتقالية تهيئ لانتخابات مبكرة تكون بإشراف أممي مشروع القرار هذا ألحقه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة رحيل الأسد الذي قال إنه فقد شرعيته وعليه أن يترك السلطة السلطة التي قاتل من أجلها أكثر من 300 ألف سوري في أكثر حروب العصر الحديث بشاعة واستهتارا بدم الإنسان الاسد وفي موقف ثابت على تشبثه بالسلطه حتى الرمق الاخير اعلن ان اي انتقال سياسي من شانه ان يطيل الحرب الحرب التي اشعل فتيلها من اجل بقائه ولن يرحل كي تنطفئ